إن من أهم العادات الأصيلة عند الأجيال السابقة في البحرين هواية القنص والصقارة، فقد كانت تجمع بين التسلية والترويح عن النفس وتلبية حاجاتهم الأساسية من الطعام. هذه الهواية لا تزال محافظة على نفس القدر من الاهتمام، بل وربما ازدادت عند فئة الشباب. الزميل يحيى العمري خاض التجربة مع مجموعة من صقارة البحرين وعاد بالتقرير التالي. الصقارة أو رياضة الملوك كما يسميها البعض هي موروث شعبي حمله التاريخ بين ثناياه، وتناقلت الأجيال ولع ومتعة ممارستها حتى أصبحت الصقارة من عادات وتقاليد العديد من المجتمعات في شبه الجزيرة العربية وبما فيها مملكة البحرين، حيث تلقى هذه الهواية رعاية واهتماما واسعا من قبل حكام مملكة البحرين على مر التاريخ، وذلك من خلال توفير الإمكانات المناسبة بحسب ما أوضح لنا الصقار حسن بن علي المبروك الكعبي والذي رافقناه في إحدى رحلاته. موروث، هاي موروث، هاي ماضي الأجيال، ماضي أهلنا وبهاتنا كلهم هالطير وهالفرس، فهذه يعني شيء نتشرف فيه. ما عزبنا الله طول عمرهم، ما قصروا من الدعم حق الصقارة وحق الخيالة. سمو الشيخ ناصر يدعمنا دعم لا غير محدود، الله يطول عمره، وهذه أكبر دعم هالمسابقات اللي تصير السنوية، مسابقات على مستوى، مسابقات حق الطير، مسابقة حق الفرس، مسابقة حق السلق ومزاين الطير، حتى الصقار الصغير من 9 سنوات ورايح له مسابقة خاصة حق الرمي. هذه الهواية بروعتها وأجوائها الخاصة تتطلب استعدادات وتجهيزات متنوعة من حيث المكان والزمان والطيور والأنواع والخبرة والمهارة التي لا يعرفها سوى الصقارة المحترفون. يولع بالطير يا طيب الفالي، الطيور ليعوده الطير ما يخفيها، يوم السبق حنا على الموعد الغالي، في ديرة العز يا رب تحميها، نحيي الماروث وماضي أجيالي، برعايتك أبو حمد كل عام تحييها. عملية الهدد مراحل، أول بداية الطير لما نشيله من المقيض نربي بالطير، ضرب الطير عقب نحاول ندعيه بالخيط، عقب نمرجع آخر شيء، عقب ما يصير الطير جاهز، طير يحر، طير ثنو مقيض العام، الحين الحمد لله عدينا جاهز الطير، سواء حق مقناصة أو حق مسابقة في أي وقت. عملية الصقارة تولد علاقة وطيدة بين الصقار وطيره، فهي باتت تعتبر شكلا من أشكال التراث العريق، وهذا الولع ينتقل من جيل إلى جيل ومن الكبار إلى الشباب. فهنا يرافقنا في هذه الرحلة عدد من الصقارة الشباب يمارسون هوايتهم ويصقرون طيورهم كما تعلموا من آبائهم وأجدادهم، ومنهم الصقار الشاب عبد الله بن مبارك المبروك الكعبي. بديت في الطير من وانا صغير، يعني وانا انقل طيور شوي شوي تعلمت هواية ذي، وهذه عادة اجدادنا وبهاتنا، وتعلمنا الصقارة. يعني الصقارة يبي لها وقت، مو بكل واحد يشيل طير ويصقره، لازم يعني تمارس شيء وتتعلم وتسمع من هني، يعني شوي شوي تتعلم على الطير. هكذا يقضون اوقاتهم في كل عام منذ ظهور نجم سهيل وحتى انتهاء موسم الشتاء بنفس الشغف والروح والتنافس في بعض الأحيان. موروث شعبي عشقته الأجيال جيل تلو الجيل، كان في السابق يلبي احتياجاتهم اليومية، ولكنه اليوم بات هواية يعشقها عشاق القنص والطيور. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.